السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ.
كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.